الحقيقة هيبقى هنشوف شادي أكتر، يعني هنشوف أبعاد ليه جديدة، هنشوف إنه شادي بقى فاهم نفسه أكتر، بقى بيتواصل مع الأبوة اللي جواه دي بشكل جديد أو حاجة بالنسبة له جديدة، فدي هتأثر على شغله وهتأثر على علاقته في فرح وعلاقته بندين وعلاقته كل اللي حواليه. فأتمنى يعني أكون في سيزون 2 وفقت شوية في إني يعني أدي لاير جديد لشادي. هو الحقيقة دايما للأسف بيبقى فيه خوف وبيبقى فيه مسؤولية زيادة وبيبقى فيه برضو حكاية ان انت بتبقى متضايق ان انت مش قادر تتواصل بشكل حميمي مع الآخر، ولكن الحمد لله يعني هي كان فيه إجراءات واحترازية جيدة جدا في البلاتو، يعني يكاد يكون كان معقم، والحمد لله لم يصب أي فرد، فالحمد لله جاء سليم. الحقيقة ده طبعا سؤال يعني تقيل جدا وعميق جدا وعايز وقت عشان يهضم أصلا، يعني التجربة دي عايزة وقت عشان تهضم إنها عملت فينا إحنا كلنا إيه. أنا شخصيا أظن إنها ادتني فرصة أكتر للاسترخاء وللتجلي ولإن أنا يعني أقعد مع نفسي وحاول كمان أعمل حاجات بحبها وحاجات أنا مأجلها زي القراية وزي المشاهدات وزي الموتوسيكل، يعني حاجات في النهاية مهمة عشان تكبر. الغراب ماشي ببطء شديد جدا، مش عارف إيه الحكاية، يعني الاستثمار في موضوع فيلمك الروائي ده يبدو يا صديقي إنه هو شيء مش سهل خالص، ويبدو إنه التجربة التانية أصعب من التجربة الأولى، لأن كانت يعني بلاش أتكلم عنها لأن أنا ببقى عارف يعني إمكانياتي شوية بقت عاملة إزاي وإيه اللي أنا عايز أصلحه وإيه اللي عايز أعبر عنه يعني، فأنا واخد وقتي ومش عايز أستعجل وحاسس إنه الفيلم ده لازم يطلع بالهداوة كده. هو فيلم سوداوي جدا، دموي جدا، شديد العنف، انا مش فاهم ايه الحكايه دي. بيعكس the other side of the moon، الجانب الاخر من القمر، لازم كده نبين عارف الجانبين دول. شويه انا سعيد جدا ان انا موجود على يعني على الريد كاربت بتاعت مهرجان القاهره، والحمد لله بطلت عد انا ما بقالي قد ايه، يعني فخور جدا بان انا من يعني من امتى من عصافير النيل موجود، فيعني ببقى مبسوط جدا ان ده بيحصل لاني ببقى مش عايز اروح المهرجان غير وانا ليا فيلم هناك. فالحمد لله يعني اتمنى الفيلم يعني يوفق. مختلف نوعيا ده هو فيلم وان لوكيشن اربع ازمنه، فهو يبدو ان هو بسيط انتاجا، فعرفنا يعني هو قرر ان هو ياخد معايا الريسك ده انه تعالى نحاول نعمله وبتاع، وانا معايا كرو شاطر جدا ومعايا دعم كل الكرو والكاست لحد دلوقتي عشان اقفل الفيلم، فاتمنى بس ان احنا يعني نعرف نخلصه السنه دي بشكل كويس وتعرض في مكان كويس. بيني وبينك هو مخرج بيتعبني جدا طول الوقت، قاعد بفكر في الاخراج، لكن التمثيل بيديني اكتر كتير جدا، لانه لا احد هناك. انا ابتديت كتابته من 2012 وصورته 2014 وتعرض 2018، فكل الرحله دي يعني اتطورت مني انا شخصيا، فانت يعني فما كانش في مجال لانك انت عندك ماتيريال، ما عندكش مجال انك تطوره، ما عندكش مجال انك تغير فيه كتير، فبتنتظر العمل اللي جاي عشان انت بقى تقول ان انت كبرت وبقى عندك حاجه جديده تقدمها بشكل مختلف. انا اللي اشكرك، ميرسي زوج جدا.